بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء. كنا قلنا إن إحنا إن شاء الله هنتكلم على الـ MBA. الـ MBA هي ماستر أوف، اختصار يعني كلمة ماستر أوف بزنس أدمنستريشن، ماجستير إدارة الأعمال. طبعا هي تهم كل اللي عنده أو اللي شغال في البيزنس، اللي عنده بيزنس أو اللي بيتطلع لوظيفة كبيرة في أي شركة كوربوريشن كبيرة، أو يعني الشركات اللي هي شغالة في الأسواق التجارية، أو اللي هو عنده أصلا شركة يعني. طيب الماستر أوف بزنس أدمنستريشن طبعا بتدي لك مهارات إدارية كبيرة جدا، مهارات في التسويق، مهارات في الهيومن ريسيرش، الفاينانس، الإيكونوميكس. طبعا هي تكلفتها كبيرة عشان تدرس ماجستير إدارة الأعمال، وإحنا قلنا إن شاء الله إن إحنا هنحاول ندخل المجال ده ونشوف. لو قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، هنا هتلاقي موقع ظريف جدا بيشرح لك أغلبية المواد اللي أنت محتاج تدرسها عشان تاخد ماجستير إدارة الأعمال، بدون بقى الشروط الكتير اللي هي أغلبية الجامعات بتطلبها. بتطلب منك إن أنت طبعا يبقى معاك بكالوريوس، معاك سنتين خبرة، مش عارف 80% أو 500 درجة في التويفل اللي هو الأي بي تي، الإنترنت بيزد بتاع ده تيست، وكمان الجي ميت. في طبعا حاجات بتبقى حرة، دراسات حرة مش محتاجة كل ده. لو بصينا كده حتى على التكلفة قبل ما نتكلم، كتبت مثلا على جوجل، كتبت ام بي اي، الفيس بتاعتها او مصاريف الدراسة، هتلاقي مثلا التوب بتاع في العالم جامعة كولومبيا مثلا ب 168 ألف دولار، من غير مثلا الإقامة والسفر والكلام ده، المصاريف الدراسية بس 106 ألف دولار. بنسلفانيا اللي هي وارتون، ستانفورد مثلا، برضو عندك ممكن تكون حاجة مش موجودة في القائمة دي اللي هي هارفارد الأمريكية، هتلاقيها برضو في الرينج ده، فالرينج يعتبر عالي شوية بالنسبة للدراسات. يعني كان 100 دلوقتي ودخل 100، داخلين اهو في 160 170 ألف دولار. شوف بقى لما تحولهم لعملة أخرى. ف ليه ماجستير إدارة الأعمال غالي كده؟ لانه مفيد ومطلوب في الشركات العالمية، مطلوب لو انت عندك بيزنس بتاعك هتعرف تديره ازاي، يعني على احدث الاسس العالمية. احنا يهمنا نشوف الكورسات. هنا مثلا شفنا موقع زي ده بيدي لك مجموعة الكورسات اللي هي بيسموها الايه، الكومون كومبتنسيز، يعني الحاجات اللي هي موجودة في اغلبية الجامعات اللي بتدي لك ام بي اي. بيديك هنا شوية الايه، الحاجات اللي يعني المشتركة، يعني العوامل المشتركة في كل الـ MBA الموجودة في العالم كله. هنا مثلا الايكونومكس، الاقتصاديات، والماركت، الاكاونتنج اللي هي المحاسبة، وبرضه ممكن ان شاء الله نعمل حاجة كده مثلا المحاسبة لغير المحاسبين، ده مجالنا الاساسي. البيزنس، الفاينانس، الماركتنج طبعا ده مهم جدا، التسويق، الماركتنج والبرايسنج، تسويق تسويق السلع وتسعيرها، الفاينانس، الماليات، الحاجات دي كلها هتيجي تاخد عنها فكرة. هنا مثلا تلاقي مثلا هنا في 7 كورسات، الفاينانس اللي هو الإدارة المالية، الأكاونتنج، المحاسبة، الميكرو إيكونومكس. الميكرو إيكونومكس طبعا كلمة الإيكونومكس اللي هي الاقتصاد، الاقتصاديات، يعني الميكرو إيكونومكس الاقتصاديات الصغيرة، يعني اللي هي ممكن يعني ما بتتكلمش على اقتصاد بلد، بتتكلم على اقتصاد شركة او كده. السبلاي اند ديماند اللي هو العرض والطلب. الماركتنج دي هنبدأ بيها ان شاء الله، ان هي اكترهم يعني اكتر حاجة شيقة واكتر حاجة جميلة جدا وتطبيقية، وفي حاجات بقى تانية الاستاتستكس والحاجات دي. طيب ان شاء الله اللي يحب ان شاء الله يتابعنا، هننزل فيديوهات ان شاء الله عن الـ MBA ودراستها الحرة، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.